هذا شارع سوق الشعارين. ايش نشوف وضعيته خاصه برضوان يعني؟ والله هي حركه تعباني، الشارع ما مثل قبل، يعني شو كان قبل سوق الشعارين يعني مركز المدينه، الناس ما شاء الله تنزل تتبضع، يروحون يجون، الشارع والمحلات ما شاء الله كلها كانت مفتحه، يعني خاصه هاي من قبل 3 سنين وجاي فقد مره يعني المنطقه يعني مهجوره يعني. اكو عالم رجعت فتحت؟ والله قليل قليل يعني بشكل يعني ايش اقول لك، يمكن اقول لك اقل من 40% اللي فتحوا. وانت عاد تخشى يعني ما يحتاج الصوره يعني تتكلم. ايش سبب التاخير؟ والله تعويض ماكو؟ تعويض ماكو فعلا. نعم لو اكو تعويض كان اغلب الناس اتجهوا على محلاتهم وعلى بيوتهم وعلى البناء، دعم ما اكو. ليش خسارتكم يفتحوني؟ أنا هاي صالي ابن عن جد أنا بالمنطقة. أي متى فتحت يعني قصدي؟ والله فتحت من ذيك السنة، من ذيك السنة. بينما حركة ما أكو يعني بالشارع. يعني العوائل رجعت كثير. ما ذيك الكثرة. يعني أقول لك العوائل اللي رجعت ما يقارب 40% ما أكو. لأن أغلب الدور مهدومة. والله كان حركة وناس وسوق سوق. سوق هذا الشارع كله إلى شارع تجاري. تجاري. شلون تخشى الحركه بينه حاليا؟ والله ما الناس ماكو قليل يعني ما يصير يصير يرجع يرجع والله يرجع ان شاء الله. اذا تعمرت هاي الدكاكين الكذا كذا الناس ترجع يعني. بعض منك رجعت او لا بك رجعت يعني او لا بعد كمان هالخرايب هاي تنشال هالانقاض هالكذا امورات يعني. تحكينا عن السوق الشعبي. والله قبل كان والله كان قبل هو لب الموصل مثل ما يقولون، وسع صار خراب ما يفيد. وبالنسبه عندنا نقطه واحده بالنسبه للاملاك، ما يخلونا نرجع لمحلاتنا. ما اعرف هسه انا واقف في موقع المحل مالي 3-4 مرات نروح نراجع، ما يقولون خلوها هسه خلوها هسه. وبالنسبه للحكومه قالت اي لو عنده محل خليه يفتح، اذا ما انتم متفتحين وتفتحون ما ترجع الامور. ليش كنت تبيعون؟ انا عندي محل مال خصيبي. ايه. 3-4 مرات نروح نراجع ونواجع تقول خلوها هسه. وانا واقف باب محلي هسه وانا معمر ومنعمل خبر. ما يقبلون هي معمرونه، وسع المفاتيح عندهم ونحن اراضنا نص اراضنا الجوه.